بنشرب حليب. والله بمجرد بس اني تكيت كذا هذا ريفي عقرب تحت الفراش طلعت. عاد انا لما يقول لي ان 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 شو اسمه ان في حاله لدغتك العقرب انك ابد تجيب الاسطوانه وتفك اللي على على موضع اللدغه ويروح الالم. فقاعد شو اسمه اصيح الغاز الغاز اعطوني غاز اعطوني. قال وش ذا العتيبي ذا بيحرق نفسه. فرحت واخذت الغاز وحطيت شو اسمه اللي على على فخذي مكان اللدغه والحمد لله خف. ولكن والله صارت مضاعفاته سيئه جدا. يعني بعد يومين وصير دائره سوداء وتتقشر وتعبت منها. قلت ليتني سلمت من الغاز وسلمت. سبحان الله جتني معلومة غلط وانت على طول طبقت. وانا طبقت الاولين يمص يمصونا مص يجرحونا بالموس ويجي واحد ما في اي بس على شرط ان فهمها.